عسلامة. 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 قدموا لي رواحكم. أسامة فرشيشي. لؤي. مرأ. مرحبا بكم، انتم تلاميذ البكالوريا السنه. كيفاش قاعدين هكا تكسروا في الروتين نتاع ريفيزيون؟ والله نقراو، يعني نقراو وجوداتنا، نروح عرفتك اللي نقراو في الوجود نعاودوه، ومش منش اجور الحق نتاع ربي، عرفت؟ معليش. منش اجور على خاطر نحس روحي مثلا كي نبدا فيه مزيد على الاخر باش نعاود. وانا ما كان نوع مثلا نعرف روحي الحاجه هذيك نجمها مثلا في نهارين ثلاثة ايام، دونك ما نقعدش نكسر في راسي برشا معاها، في نهارين ثلاثة ايام هذوك نقراها وسافا، يعني تنعدي وسافا. الباك ما فيهوش قرايه، يعني نراه عرفت تفهم شوي في الكلاس وكهو، تفهم في الكلاس تمشي تعدي دفور على روحك كهو. والله انا زاد معناها جست نكبتي شويه، نروح للدار نعمل طله، ما نكبش في حاجه برشا مش ما تعبنيش في مخي. وقت تفهمها بالطبيعه، نفهم منها شويه، وقت اللي نحس روحي لازمني نقدم فيها نقدم فيها، وعادي ما نربطش روحي. يعني كيفاش تحسوا في رواحكم هكا سنة بكالوريا؟ معناها كيما قبل مثلا، قبل كنت ديما نضيع وقت نحضر ليله الدفار، بارابور توا ديما لازمك ديما تبدا تخمم وستريسي، حتى كي تخرج ما تبداش مثلا متفرد على الاخر، تخرج ديما تبدا تخمم لي انت لازمك تكون، لازمك عندك تسكر، ولازم الحاجه هذيك لازم تكملها، عرفت؟ مش كيما قبل. معناها بيريود دو ريفيزيون، حتى كي باش تخرج هكا تعمل قهوه تلقى روحك تريفز في وسط القهوه. فوالا ديجا انا الحق نتاع ربي كونت الليسي، ما نمشيش برشا الليسي، نعمل برشا على اليوتيوب والدار. معناها تحضر لي كور نتاعك في الليسي ولا؟ الكور والله الحق نتاع ربي، انا الليسي ما نمشيلوش خاطر ديجا ما نمشيش نستنفع منه في حد شيء. معناها حق خاطر باش ما تمشيش ليسي؟ نمشي ليسي جوست لك تاريخ وجغرافيا وكش نعدي دوفوار. معناها اما كايكو جيستيون مات مانيش قاعده نفهم في حد شيء، معناها نفهم في الوتيد على الاخر، ونحس روحي مثلا كي نحط دوفوار باك نجبدو من السيت ولا حكايه نجم نخدم، معناتها ما يقلقنيش. معناها بروجرام البكالوريا قاعده تقرا فيه في ليتود. اي فوالا. معناها هذه طريقه باهيه ولا معناها ناجحه، طريقه صحيحه؟ نصحتني باهي، عناتها طفله قرا عم ناول نجحت، ديجا جات لولا وقتها هي في بنعروس جابت كانس، وقالت لي ديما عمل على الدار واليوتيوب اكثر من كل شيء. معناها خاطر فهم لي سي من لي سي، راهو ماهمش معناتها يعني البروف الكل برسمي كان يخدم معاك بقلب وربه يعطيك لي ساعات، يقول لك تي ماك تقراها في اليوتيوب، حتى كي تجاوب يقول لك تي ماك تعرفها تي حتى من اليوتيوب. معليش ما تحضرش الكور وتعمل يوتيوب زاده ما يسالش؟ نحس روحي نمشي نضيع الوقت ونلعب ونروح، يعني تعاد نبقى في الدار نقرا خير. والله معناها مستغلة الوقت الكل في القراية انت تو؟ اي في الدار، وديما نقسم وقتي نخرج نتفرهد هكاكا. انت اليوم كي تحضر كور جيستيون ولا اي ماتيغ اخرى ما تفهمش، باغ كونتخ في ليتود تفهم بالكدا؟ اي في ليتود نفهم على الاخر زادة. انتوما الاولاد عاملين كيفها؟ احنا نقراو في الليسي و مش المواد الكل بالطبيعه ما نمشيو، معناها اللي ساكن المواد البرنسيبال الاخرين نغيبوا عليهم، هكا تحس روحك ماكش تستفيد في شيء، معناها كيف ما قال زيد معناها باش تمشي، وزاد نركزوا في اليوتيوب ونقراو في الدار زيد، وساعات هكا خرجيت. والله انا نمشي نقرا في الليسي، نقرا بريسك نهار كامل ما يقلقنيش عادي، حس روحي تعبت نحبس ناخذ راحتي نرجع نقرا على روحي عادي ما يقلقنيش. ويتيود فرد وقت؟ اي بالطبيعه اليوتيوب باز حاجة لازمة. ولات حاجة ضرورية ليتود. سيرتو عام الباك معناها. في الكلاس. ما تفلت حتى سيونس معناها جملة. في الوجود ما تفلت حتى سيونس، إذا كان فلت سيونس سي تحس روحك الحصة الجاية كي ترجع تحس روحك ضايع الجملة معناها. أنهي الطريقة نتاع الريفيزيون اللي عملتها أنت؟ كل واحد وطريقته. والله أنا مثلا نقولوا احنا مثلا ما نجمش أنا نقرا نقولوا احنا مش نعمل ساعتين يكون بعد نعمل ساعتين جيستيون. لا مثلا نشد ماتير هذيك لازمني نكملها ونفهمها بالكدا على الآخر. وبعد نتعدى الماتير من بعدها، يا معناها خاطر كي نحس روحي مثلا نقرا ساعتين هكا، نحس روحي نقرا ساعتين هكا وبعد ساعتين هكا نحس روحي نخرج صفر ما نفهم شيء، بربر مثلا كشدة ثلاثة أيام أربع أيام نحس روحي سافا معناها. بتبيع من غير ما تضغط على روحك؟ ليه ها ديما إذا كان حسيت روحي تعبت ولا راسي وجعني نرتاح شوية، نحكي شوية مع أصحابي الكل ومن بعد نرجع. أما إذا كان مش قلت سي بون مش حط نقرا لازم نحي تليفون كومبليتمون. قداش تقعد من ساعة تقرا؟ مثلا مش نقرا نقرا عادي مثلا نقعد بالاربع خمسه سوايع. يعني انت ما تحسبش الوقت، الوقت بطبيعته يتعدى. سي بون نكمل كهو، ما نحسبهوش الوقت، ثاكن الماده سحق مني ساعتين ساعتين سحق اربع خمسه اربع خمسه معناها. وتشد ساعات نهار كامل تقرا ولا لا؟ اي في العطله نشد الحق.
شد مثلا ديما كي نمشي للمكتبه معناها مثلا نمشي 8 نروح الخمسة 5 نورمال جوست نعمل ساعه بوز عادي. تلاميذ البكالوريا ديما المعامله تكون خاصه معاهم معناها سورتو من العائله هكا ولا عرفت يقول لك باش ما نستري هو نعمل خاصه لا شيء كيما العباد الكل يعني. قلت لي المعامله ماهيش خاصه عاديه عاديه كيما تلمذ الكل يعني فمش حاجه زايده تلفت البكالوريا ولا ثالثه ولا ما نعرفش. انا في دارنا ليه الحق يدلوا فيكم ولا عائلتكم انا يدلوا فيا معناها الحاجه نحبها يعطوها لي ديما تقول لك باك وندرشني وندرشني وحتى كي نبدا نقرا ديجا تجيب لي حاجات هكا كيف كيف والله انا يدلوا فيا عادي خاطر معناها هدف الحياه تاعهم كل باش يطلعوا ولدهم ناجح وانا معناها حتى كي باش نقرا وننجح على خاطرهم هما مش على خاطر نحب نخدم في البلاد ولا نحب نعمل حاجه جوست باش نرضيهم هما وكهو يعني ذاك البيوت من القرايه في تونس. الدليل هذا يقلقكم ولا عم تلعب البكالوريا؟ بالعكس حاجه عاديه عادي على يقلق الحق على خاطر لازمك تنجح معناها ما عندك حتى حل اخر تقول شوف داركم كيفاش عاملين معاك وتعبين والكل لازمك تفرحهم معناها. فما شكون يقول لعائلته ليه ما تتصرفش معايا هكا راك تفجعني هكا تحسسني لي انا اليوم معناها السنه عندي عام صعيب هكا فهمت حاجات هكا. انا الحق ديما نقول لدارنا مثلا يقول لي يقولوا لي اي حكايه معناها نقول لهم ليه راني جوي بيه راني ناجحه معناها ان شاء الله ربي معانا. استنى في المونسيون ان شاء الله. سينو بعد الباك شنو بروجرامكم؟ انا بروجرامي بعد الباك الحق ما نحبش نكمل في الفاك. ليش؟ على خاطر ما نحسها حكايه فارغه وانا الحق نتاع ربي نحب نولي فام دافير معناها باش نمشي نحب نقرا سيليس موديليس نقرا ديجيتال ماركتينغ نحب نكمل في الدومين هذاك عرفت نولي نعمل ماركه باسمي نتاع البش ما الدنيا فوالا شنو ايش نعمل بعد الباك معناها بروجرام لسه ما خممتش اعطيني توا ننجح وكا ونخمم في نجاح هو الاهم توا نجيح من بعد توا وانتي حتى انا كيكا جوست عطيني ناخذ الباك ناخذ الشهادتي نحطها في الدار كيف العباد اللي بعد بروجرام كل ومن بعد تكمل قرايتك بيان سور باش تكمل قرايتك ما دام وصلت الباك لازمك تكمل قرايتك عباره معناها مشيت وجيت في وسط ثنيا وحبست تاخذ شهاده الباك بتاعك تكمل قرايتك واللي سهل معناها توا الهدف الاول هو الشهاده ومن بعد ربي يعمل لي تبيع خاطر بلاش بها هي ماكش باش توصل حتى حاجه. علاقتكم باللي بروف العام هذا كيفاش؟ انا خايبه برش ابار يعني عندي بروفا بركه معناها زوز الحق بروف ايطاليا نتاعي وبروف تاريخ وجغرافيا معناتها نحبهم على الاخر ديجا من عاملين ونقرا عندهم الباقي الكل جمله. شنو الحاجه اللي تقلقك؟ حاجه ما عرفتش ساعه عندي بروف معناها ما نحبش نحكي عليها خير والله. سافا علاقه دي وحده انا اصلا ما نحكيش معاهم بروفي جيست كان ندخل لهم وكا وندخل اللي نلعب عنده نلعب واللي نقرا علاقه بالقدر بالقدر يعني مش معناها مانيش باش نبقى تلميذ واستاذ حيت هكا انا علاقتي باهيه معاهم الكل سافا قدري وقدروا وكاهو اليوم لميتوا بعضكم وهابتين هكا تكسروا في الروتين شويه تبدلوا في الجو صغير تقراوا مع بعضكم فرد كلاس مع بعضنا فرد كلاس ان شاء الله ربي ينجحكم ان شاء الله يا رب عاشق خلي لكم كلمه الختام الاولاد والله ان شاء الله ربي ينجحنا العباد الكل ان شاء الله كل واحد يقرا باك يوصل البيت اللي يحب عليه كاو ان شاء الله ربي ينجحنا والله ان شاء الله ربي ينجحنا اكثر حاجه نتمناها معناها الناس الكل ما يخليها بحد معناها شكرا